السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا في هذه الحلقة المتجددة في قصة شعب تجددها، وإن كانت تتكلم عن الماضي، والماضي يتجدد، نعم يتجدد إذا أحسنت قراءته، وإذا أحسن الاطلاع عليه، وإذا أحسنت مصادره التي يستسقى منها، فإنه تاريخ متجدد في قراءتك له وفي الأحداث التي يعني تقف عليها أولا بأول. مضت علينا حتى تقريبا إلى الآن قرابة 17 حلقة، هذه الحلقات يعني تعتبر كنوز، لا أخفيكم ذلك، ويمكن للشخص أن يتابعها مرة أخرى عبر موقع قناة سعيدة أو اليوتيوب، سيجد حقيقة أنها يعني فيها من الاختصار الشيء الكثير، لا شك في ذلك، أن فترات زمنية اختصرناها بشكل كبير، لا الدخول في تفاصيلها حقيقة قد يفضي بنا أننا لابد أن نستوفي الصورة كاملة من جميع جوانبها، من جميع نواحيها، لكن يعني حسبنا أن نعطي ما حصل في فترة معينة من أبرز الأحداث. وصلنا بالسياق التاريخي إلى تقريبا عام 1538. 1538 هذا التاريخ يعتبر تاريخ مهم جدا بالنسبة لليمن، إذ أنه هو التاريخ كان أول دخول العثمانيون إلى اليمن. كنت اليوم حقيقة أستعرض بعض الأماكن في صنعاء، فإذا بي أجد النصب التذكاري للعثمانيين، والنصب التذكاري للمصريين، والنصب التذكاري للصينيين، وإذا بنا انقلبنا إلى مقابر للذين أتوا إلى داخل اليمن. باسمكم جميعا نرحب بضيفي في هذا اللقاء الدكتور صالح بصرة. حياكم الله دكتور صالح. شكرا لك. شكرا دكتور. تشاطرني الرأي أن احنا النصب التذكارية هذه النصب زادت، النصب التذكارية أخاف أنه تجينا نصب جديدة. لا وبعدين من قتلهم؟ هتسألني أنا؟ الصينيين يقولون أنهم سقطوا. لا الصيني دائما يعمل يعني نهاية الجسر، نهاية الطريق، يعمل نصب تذكاري لواحد مات من العمال. لكن العثماني والمصري، لكن العثماني والمصري احنا قتلناهم. معنا تتوقع انه قد تكون هنالك نصب تذكارية، نصب تذكاري مثلا لإيران، او نصب تذكارية كل شيء جاي، كل شيء وارد، كل شيء وارد. اذا سيتحقق فينا نحن مقبرة، مقبرة الغزاة، ونصب الغزاة، ونصب الغزاة. دكتور وصلنا 1538، ما الذي حصل؟ طبعا يعني قلنا في المرة الماضية وفي الحلقة الماضية انه يعني منذ بداية القرن السادس عشر بدأت اليمن تشهد، وخاصة السواحل، سواحل البحر الأحمر، سواحل البحر العربي، تشهد نشاط برتغالي مكثف بهدف اولا السيطرة على حركة التجارة بين الشرق والغرب، بين الهند وبلاد الشام وأوروبا، وأيضا إنهاء سيطرة العرب سواء كانوا من العمانيين أو من اليمنيين أو من غيرهم من الموجودين على هذه التجارة، لأن هم الذين يعرفون سر الرياح الموسمية التي تذهب بهم إلى الهند وتعيدهم مرة أخرى إلى الغرب. يعني بني طاهر وذولا كان لهم حضور، الدولة الطاهرية كانت نعم، الدولة الطاهرية كانت موجودة في عدن وتقريبا أجزاء أيضا من الشمال، هي آخر دولة وأول بداية البرتغاليين، وهي في عهدها بدأ النشاط البرتغالي. لكن فعليا هو بدأ النشاط البرتغالي، يعني قد حاول الرسوليون يعني مقاومة ومقارعة النشاط البرتغالي، يعني كان عبارة عن يعني تحركات صغيرة بحرية، لكن كلها بحرية. لكن 1515 تمت محاولة احتلال عدن، محاولة احتلال جدة، محاولة احتلال بعض الموانئ على البحر الأحمر، تمت أيضا ينبع المناطق هذه، ينبع وأيضا حتى إلى الهند، إلى من كلكتة، البرتغال، من البرتغاليين، لأنهم تقاسموا هم الأسبان، هم الأسبان تقاسموا لهم شمال الأسبان، شمال الكرة الأرضية وجنوبها للبرتغاليين، ولم ينجح الأسبان والبرتغال، لم ينجحوا، وسقطت إمبراطوريتهم سريعا. وأيضا جاءوا في 1523 وحاولوا، أولا عفوا 1517 حاولوا في عدن، ليس 1515، حاولوا أيضا في سقطرة أن سيطروا على سقطرة، حاولوا 1523 سيطروا على عدن وتمكنوا من ذلك، وتوجهوا إلى الشحر، توجهوا إلى الشحر لإكمال سيطرتهم على الساحل، الشريط الساحلي. فأهل الشحر قاوموهم، وهي أيضا جزء من التأديب لأهل الشحر الذين يعني أعانوا أهل عدن في عام 1517، يعني أعانوا أهل عدن، وقتلوا مجموعة كبيرة من البرتغاليين ومن أبناء المدينة، وأيضا قادة المقاومة الذين الآن قبرهم يسمى بقبر الشهداء السبعة اللي تحدث عنه وكتب كتاب عنه المرحوم محمد عبد القادر بمطرف.
لكن استمرت الهجمات البرتغالية في شكل عمليات قرصنة على السفن العربية، في شكل إحراق للبواخر والسفن الشراعية، يعني نوع من التهديد لإخضاع المنطقة. في نفس الفترة هذه جاء المماليك من مصر إلى اليمن، على اعتبار أنه مصر يعني كانت تحت سيطرة المماليك، والسيطرة البرتغالية على البحر الأحمر أو على البحر العربي معناته ضرب لمصر. فجاءوا في حدود 1517 أرسلوا قوة إلى سواحل تهامة. 1517 قبل قناة السويس، يعني قبيل سقوط مصر في يد العثمانيين فترة قصيرة، يعني فترة قصيرة من سقوط مصر تحت الحكم العثماني. فجاءوا يعني المماليك لتعقب النشاط البرتغالي في البحر العربي والبحر الأحمر. والدولة المملوكية كانت دولة قوية، يعني هي قامت على أنقاض طبعا، هي قامت على أنقاض يعني ما بعد دولة الأيوبيين قامت. ففي نفس الفترة التي بدأت تنهض فيها الدولة العثمانية، كما قلت الدولة العثمانية كانت متجهة نحو الغرب. طبعا العثمانية هي قبيلة من الأتراك الذين يسكنون في هضبة الأناضول، كان قائدهم عثمان فسميوا بالعثمانيين، وهي أكبر وأقوى قبيلة تركية، وقد تمكنت من السيطرة على الهضبة هضبة الأناضول، يعني وهو المؤسس عثمان، وهو مؤسس الدولة العثمانية. وكان تفكيرهم يتجه نحو إقامة أو السيطرة على الغرب، ولهم يعني يعود لهم الفضل في نشر الإسلام في البوسنة والهرسك، في كوسوفو، في بعض مناطق من بلقان، بلغاريا، في المجر، في جاليات مسلمة، أيضا حتى في بعض مناطق الصين يعود لهم الفضل في نشر الإسلام. هذا في القرن السادس عشر، يعني في لا هم في القرن الخامس عشر بدأوا. أي تقصد النشوء الأتراك؟ نشوء الأتراك وتوغلهم، أيضا محاولتهم للوصول إلى، وصلوا هم إلى المجر ولهم ما زالت قلاع، وصلوا إلى بلغاريا، وصلوا إلى براتسلافا اللي هي عاصمة السلوفاك، لكنهم انكسروا أمام أبواب فيينا. وفيينا طبعا هي مدخل لأوروبا الغربية، بوابة أوروبا الغربية. فانكسروا أمام بوابة فيينا، فعادوا أدراجهم نحو الشرق وأسقطوا. يعني وقلت لك المرة الماضية أنه يعني حدثين غير مجرى التاريخ، وهو سقوط غرناطة 1492 وانتهى الحكم العربي على الأندلس وعلى أسبانيا نهائيا في نهاية القرن الخامس عشر، نهاية القرن الخامس عشر بليلة السقوط. حتى كان في مسلسل مصري ليلة سقوط غرناطة، وفي الآن أعتقد في بعض القنوات العربية الآن كثيرة حتى تكلمت في هذا. وفي نفس الوقت أيضا سقطت القسطنطينية، يعني سقطت الإمبراطورية البيزنطية، لأن الإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى قسمين من كبرها. الإمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما، والإمبراطورية الغربية أو الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، اللي هي الآن الجزء الأوروبي من إسطنبول، الجزء الأوروبي من اللي يفصلهم، اللي يفصلهم يعني مرمرة أو البسفور والدردنيل. فبدأوا نحو الشرق. فأول ما سيطروا على الشام 1516، سيطروا أيضا على مصر العثمانيون 1517، سيطروا على العراق بسهولة، كانوا يكتسبون يعني طبعا جيش يعني مدرب منظم مدرب وقوي وكبير، وهذه المناطق هشة يعني، وهذه يعني هي هكذا الدول يعني والحضارات والأمم يعني تسود ثم يعني تباد أو تخمد يعني. ودائما كما قال ابن خلدون يعني لكل دولة يعني ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال، ثلاثة أجيال يعني جيل القوة والتوسع، وجيل الاستقرار، وجيل الترف والانهيار. توجهوا نحو الحجاز أيضا، سيطروا على الأماكن المقدسة الآن تحت مبرر. أولا لأنه طبعا من وصل للحجاز أو وصل لمصر لابد أن يصل إلى باب المندب ويصل للبحر العربي، خلاص انتهى الجزيرة، يعني الجزيرة العربية لازم يسيطر عليها. فبالتالي بدأوا يفكروا في اليمن، فاتجهوا طبعا هذا في عهد مطامعهم في اليمن محمد الفاتح وسليم وسليمان القانوني، هذه هو عصر الخلفاء أو السلاطين الذين تمكنوا من يعني التوسع. أيضا سيطروا على العراق بلاد الرافدين، يعني بالتالي يعني اليمن اعتبروا أنه أولا يعني تعقب الأساطيل البرتغالية ووقف النشاط البرتغالي، وفي الفعل يعني هم حموا
المنطقة العربية كلها من الغزو الاستعماري البرتغالي ثم البريطاني والفرنسي في فترة من الفترات، ولكنه بعدين عندما صاروا رجل أوروبا المريض وسقطوا بعد ذلك في الحرب العالمية الأولى، يعني تقسمت يعني ثروتهم أو لكن دكتور عفوا يعني قاموا الاستعمار البرتغالي وكذا، يعني الاستعمار كما هو استعمار عسكري لا يوجد شيء، لكن استعمار ثقافي، مثلا استعمار فرنسي استعمار ثقافة وليس استعمار جيوش، استعمار استيطاني أيضا، لكنه استعمار ثقافي في الأخير، يعني كل يأثر. كل استعمار هو استعمار اقتصادي أولا، يعني كل الاستعمار، يعني مثلا امريكا الان هي تستعمر الان بالقوه، هذا الاستعمار الجديد، لكن برضو الجديد كذلك ان فرنسا الان تدخل بالثقافات، الان عملت فرنسا الفرنكفونيه، يعني ما كانت تابعه او تحت سيطرتها او تحت علمها، يعني اقامت له اتحاد سمته اتحاد الدول الفرنكفونيه. البريطانيين اقاموا اتحاد الكومنولث. جميل، لكن لا، لكن حتى أقصد التي لم تكن تحت لواء فرنسا مثلا، يعني مثلا في اليمن تفتح لي مجموعة كليات أو هذه في اليمن، يعني في اليمن هي محاولة، هي ترف وإيجاد ثقافة فرنسية. الاستعمار الفرنسي دائما والفرنسيين بالذات يعني عندهم حب نشر اللغة والثقافة الفرنسية. إذن ثقافات، يعني أنا سؤالي البرتغال، هل البرتغال هي لديهم ثقافة؟ هي لا، مرحلة بحث عن ثروة، يعني هم أصحاب الجيل الأول، أصحاب الجيل الأول، جيل الذين يبحثون عن الذهب والألماض والكنوز والثروات، يعني قراصنة قراصنة والبحث. طبعا أوروبا كلها بنيت يعني في العصور الماضية بنيت من ثروات الشرق، ليس الشرق العربي ولكن الشرق ككل، من ثروات الهند، من ثروات يعني دول أفريقيا، من ثروات الصين، يعني هذه كلها. فبالتالي كان هو الاستعمار في بدايته اقتصادي، وتحول أيضا، ولكن تزامن مع الاقتصادي استعمار ثقافي، وتزامن أيضا استعمار استيطاني، مثل الفرنسي في الجزائر كان يعتبر الجزائر جزء من فرنسا، جزء، وكان البرلمان الفرنسي برلمان مشترك لفرنسا وللجزائر. حتى الحزب الشيوعي الفرنسي كان يعتبر أنه عنده فرع، الحزب الشيوعي الجزائري هو فرع لل، يعني استعمار كامل، يعني استعمار كامل، يعني وكان يعتبره انها جزء من من اراضيهم الفرنسي. طيب لولا انه جاء ديجول وتفكير ديجول بعد الحرب العالميه الثانيه غير لانه ديجول عانى الاستعمار، يعني عانى من النظام النازي الذي احتل باريس في عهد يسمونه حكومه فيشي. فالعثمانيون جاءوا إلى اليمن تحت مبرر تعقب، وأنا أقول صحيح أنه فعلا الدولة العثمانية والخلافة سموا انفسهم الخلافة فيما بعد، أنها فعلا حمت العالم العربي من الغزو البرتغالي. طيب، ومن الغزو الأسباني ومن الغزو أيضا فيما بعد أيضا الغربي، وكان هذا يعني هذا مقصد بالنسبة لهم، هذا مقصد بالنسبة لهم. جميل. الشيء الثاني أنه حماية الأماكن المقدسة من ناحية الجنوب، لأنه حماية مكة والمدينة هي اليمن، منطقة الحماية. الشيء الثالث السيطرة على المضايق، يعني مضيق باب المندب قبل أن تفتح قناة السويس. عندما فتحت قناة السويس في 1869 حاول العثمانيون العودة إلى اليمن، وحاولوا العودة أيضا، يعني ثاني أنا في 1538 جاءوا تحت أنه مبرر. طبعا دائما كل من يريد ان يحتل منطقه لا بد يقدم مبررات، لا بد ان يبحث له عن مبرر. انا ساتي مبررات، يعني زي مثلا من يعني وجدوا من موضوع حادثه 11 سبتمبر يعني مبرر لضرب العالم الاسلامي، لضرب يعني العالم الاسلامي. انا اريد مبرر الان عشان اخرج الى فاصل منك فاصل يسير. اعزائي المشاهدين، يعني لهذه المقاصد الثلاث ساعيدها عليكم، لماذا توجه العثمانيون إلى اليمن بعد احتلال مصر والعراق والحجاز؟ ما الذي أغراهم في اليمن؟ تريدون الإجابة على هذا؟